السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كي داير لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير والأحوال ديالكم طيبة. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على تعليق الدفعات في الأدسنس، ولكن قبل ما نتكلموا على الموضوع نتمنى أنكم تدعموا القناة بلي لايك لي لايك لي لايك، وعلاش لا ما ديروش اشتراك؟ ما غادي تخسر والو إذا شريتي اشتراك، باش إن شاء الله القناة ديالي توصل وتوصل للناس اللي مهتمة بهذا الموضوع هذا. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف، اي حاجه منكم يعني صراحه شكرا لكم بزاف بزاف. كيف ما قلت لكم، اللي ما مهتمش بهذا الموضوع هذا ممكن انكم ما توقفوش الفيديو، تخليوه حتى يكمل حتى الاخير. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. المهم ان شاء الله كما قلت لكم، الموضوع ديال اليوم غادي نطرقوا على تعليق الدفعات في الادسنس. بزاف ديال الناس يوصلوا واحد الميساج، انا غادي نوريكم هذا الميساج اللي كتوصلوا به، ولكن هذا الميساج ما كيوصلش لبزاف ديال الناس في الادسنس ديالهم، وانما الا دخلتي قلبتي عاد كتلقى بانهم موقفين لك الدفعات ديالك، وما كتعرفش شنو هما الاسباب وشنو هما المشاكل اللي عندك. المهم كيف ما شفتوا معايا، انا غادي نوريكم الميساج اللي غادي يجيكم في الادسنس ديالكم. غادي تدخلوا الادسنس ديالكم غادي تلقاو هذا الميساج هذا اللي كتشوفوا معايا فيه، وهذا هو ان فو بايمون سو اكتيالمون سوسبوندي ان اكسيون دو فوتغ بار اي نيزيست بور، يعني كيقول لك الارباح ديالك راه لحد الان معلقه، ممكن انك تشوف شنو هو المشكل. المهم انت غادي تمشي وغادي دير غادي مزيد المعلومات، غادي تشوف غادي تدخل لهاد غادي تدخل لهاد مزيد من المعلومات، غادي تعرف شنو هو كيقول لك. من بعد المعلومات الموجودة على حسابك جوجل لم تمت حق من ذلك في غضون 10 أيام، يعني كيقول لك بالله يعني الحساب ديالك راه فيه شي حاجة، ممكن أنك تعاود تحقق يعني تحقق من الحساب ديالك وتشوف شنو هما المشاكل اللي عندك. المهم كيف ما كتشوفوا راه غادي نديرو مزيد من المعلومات وغادي ندخل وشوف شنو غادي يعطينا. شفتوا هذا الميساج هو اللي تيوصل، غادي تكليكي على مزيد من المعلومات وغادي تشوف أنهم كيقول لك خاصك تبدل الهوية ديالتك. واخا اللي ما لقاش الميساج ديالو في الادسنس، غادي نخليكم واحد الرابط في صندوق الوصف، غادي تكليكي عليه وغادي تدخل اوتوماتيكمون للحساب باش تعرف اشنو هما المشاكل. المهم كيف ما كتشوفوا معايا، انا دخلت للمشكل لقيت باللي خاصني نثبت نعاود نثبت الملكيه ديالي. غادي بعد ما غادي نثبت الملكيه عاد هذيك الساعه غادي تما انني انا هو صاحب الحساب، يعني خاصهم يتحققوا من انني واش انا هي صاحبه الحساب الادسنس. كيف ما كتشوفوا عندنا الاسم الاول الاسم العائلي والبريد الالكتروني والبريد الالكتروني الثانوي. المهم انتم كيف ما كتشوفوا معايا غادي تكتبوا الاسم اللي عندكم في البطاقه الوطنيه، يعني الاسم كما هو في البطاقه الوطنيه. غادي تكتب الاسم الاول اللي هو الاسم ديالك، والاسم العائلي اللي هو الاسم العائله ديالك، مثلا مثلا بنحدو اسماء بحال هكا. غادي تكتب وغادي دير البريد الالكتروني ديال ادسنس، يعني البريد الالكتروني ديال ادسنس ديالك. البريد الالكتروني الثانوي غادي دير البريد الالكتروني الثانوي، حتى الى بغاو يتواصلوا معك وما وصلكش في الادسنس ديالك ممكن يوصلك في البريد الثاني اللي غادي ديرو انت باش انهم يتواصلوا معك. المهم كيف ما كتشوفوا غادي تعمروا هاد الفورميلار مزيان، كلشي يكون مضبوط ما تكون حتى شي اشكاليه. كيف ما قلت لكم، وغادي يعطوك شنو هما يرجى اختيار خدمة جوجل اللي عندك فيها المشكلة، اللي متأثرة بالمشكلة. كيف ما كتشوفوا معايا غادي يقول لك يرجى ادخال او لا يرجى اختيار خدمة جوجل المتأثرة بالمشكلة. انت شنو عندك المشكل؟ فاش عندك غيكون عندك المشكل في الادسنس، يعني انت غادي تمشي وغادي تكليكي على الادسنس. شفتوا غادي نكليكيو على الادسنس باش اننا المشكل عندنا في الادسنس. بالنسبه هنا عندنا معرف الملف الشخصي الخدم، يعني غادي تمشي للدفعات، يعني غادي تحسب من الفوق حتى من غادي تمشي الادسنس ديالك وغادي تحسب 1 2 3 حتى توصل للدفعات. ان فوا توصل للدفعات غادي تمشي للكري بارامتر، يعني كري بارامتر غادي تمشي بعد ما غادي تمشي للكري بارامتر. انا غادي نعاود نقول لكم كيفاش غادي ديرو. المهم كيقول لك خاصك ضروري تصيفط لينا البطاقه التعريف اولا جواز السفر اولا رخصه السياقه اولا. المهم نشوف انت باش غادي تتواصل معاهم، يعني في الاول تواصلت معاهم بطاقه وطنيه غادي تواصل معاهم بطاقه وطنيه، تواصلتي معاهم برخصه السياقه غادي تواصل معاهم برخصه السياقه، تواصلتي معاهم بجواز السفر غادي تواصل معاهم مره اخرى، يعني وتكون صوره بي دي اف، يعني تكون ملف يعني بي دي اف على شكل بي دي اف. ما ديرش ليهم صوره او لا تصور يعني من الهاتف النقال ديالك وتبعث ليهم بالبطاقه الوطنيه او لا، خاصها تكون بي دي اف. المهم
هاد المعلومات خاصهم يكونوا صحيحه 100%، ما يكون فيها حتى شي خطا، لا العنوان ديالك ولا اي حاجه حطيتيها خاصها تكون صحيحه 100%. المهم كيف ما غتشوفوا معايا، انا غادي نمشي كيف ما قلت لكم، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، غادي تكليكيو على هذاك الرابط وغادي تدخلوا للبلاصه الا ما لقيتوش الميساج في الحساب ديالكم. المهم غادي نمشيو لاداره الاعلانات، كيف ما غتشوفوا معايا غادي نمشيو لاداره الاعلانات وغادي تدينا، المهم غادي تمشيو للاعدادات وغادي ديروا اداره الاعلانات. شفتوا طريقه الحصول على الدفعات، المهم غادي تكليكيو عليها وغادي تديكم، غادي تديكم لواحد الرقم تعريفي او لا ايد بروفيل ديالكم، يعني واحد الرقم تعريفي شخصي كتكون عاطيه لك الادسنس، يعني واحد الرقم تعريفي كتكون من 12 رقم، هذاك شفتوا رقم يعني شخصي، ملف شخصي للدفع، يعني كيكون عندك واحد الملف شخصي انت فيه 12 رقم، هذاك 12 رقم هو اللي غادي تهزو وتحطو في البلاصه اللي طالبين منك انك تحط فيها 12 رقم. هذاك شفتو هنا تحت من الجيميل، هنا فيما كاين عندك 12 رقم غادي تحط هذاك 12 رقم تمايا صافي، وغادي ترجع شفتو رقم تعريف حساب الدفعات، هذا هو الرقم اللي غادي اولا الرقم الرقم تعريف الملف الشخصي للدفع، ما تهزوش الرقم ديال ادسنس ديالكم، هذاك الرقم ديال ادسنس لا، ولكن غادي تهز هذاك الرقم التعريفي الشخصي للدفع هو اللي غادي تحطو في المعرف الملف الشخصي لحساب الدفعات. المهم بعد ما غادي تكمل هاد لي زيتاب كاملين، كما قلت لكم غادي تبعث ليهم يا بالبطاقه يعني برخصه السياقه او جواز السفر او بطاقه الهويه الوطنيه او الاقامه الدائمه، المهم انت واش كتعامل باش تعاملتي معهم المره الاولى، غادي تعاود تثبت ليهم الهويه او تثبت ليهم الملكيه ديالتك. المهم كيف ما كتشوفوا خاصكم تصيفطوا هاد يعني عاطينك هاد المهله لمده ديال 30 يوم، الا ما صيفطتيش فهاد المهله يعني فهاد المهله ديال 30 يوم غادي يقدروا يوقفوا لك الادسنس ديالك وما غاديش تبقى تطلع عندك الاعلانات في الادسنس ديالك، يعني في الفيديوهات ديالك ما غاديش يبقاو يطلعوا لك الاعلانات وغادي توقفوا لك الاعلانات ديالك. المهم حاول انك تصيفط قبل من 30 يوم، يعني الفو تدخل تشوف البلوكاج عندك في الدفعات ديالك اولا الدفعات ديالك توقفات، غادي تمشي وتقلب في الادسنس وتدخل الادسنس ديالك وتقلب، ولا لقيتي هذاك الميساج اللي وريتك في الاول اللي هو باللون الاحمر هذاك هو، غادي تقلب الا قلت لك الا ما لقيتيش ميساج غادي تلقى الرابط، راني غادي نخليه لك مره اخرى كيف ما قلت لكم، غادي تلقاه تما وغادي تهزو وغادي تخدم ان شاء الله وغادي تقاد الامور ديالك، اموركم ان شاء الله غادي تكون كلها مزيانه. تنتمنى انكم ما تستهنوا بتا شي حاجه، اي حاجه وصلتكم ديما قلبوا الادسنس ديالكم، ديما قلبوا الرسائل اللي تيجيوكم في الادسنس، حيت كل مره تيصيفطوا لكم تقدروا تبقاو يعني متهاونين ما تعرفوش اشنو كاين. المهم كيف ما قلت لكم يعني المستند ما كتقبلش على اشكال من اشكال، ما في ذلك الفلاش كاميرا، يعني الا صورتي غير بالتليفون راه ماشي يقبلوش لك، خاصو يكون على شكل بي دي اف. المهم هذا كيف ما قلت لكم خاصها تكون بطاقه الهويه تكون صادره عن الحكومه، المهم هادشي كلشي راكم عارفينه، ما غاديش نكثروا بزاف، المهم غتكونوا فهمتوا شنو بغيت نقول. المهم كيف ما قلت لكم المهم تقادوا الامور ديالكم، يكون البطاقه الوطنيه ديالكم مزيانه كلشي مزيان، غادي تدوز واحد بعد ما غادي تبعتوها غادي يقولوا لكم غادي نردوا عليكم في غضون 24 ساعه حتى 48 ساعه، غادي تسناو هاد المده هادي ديال 24 ساعه حتى 48 ساعه. المهم ملي غدوز هاد يعني هاد المده هادي غادي تدخل غادي ترجع للادسنس ديالك، غادي تشوف واش يعني هذاك الميساج واش مازال عندك، واش مازال عندك في الادسنس ديالك، يعني داك الميساج باللون الاحمر واش مازال عندك في الادسنس. المهم كما كتشوفوا انا دازت يعني المده ديال هذا ديال 48 ساعه، المهم الادسنس ديالي الحمد لله ما لقيت فيه حتى شي مشكل، لقيتهم صافي قالوا لي راه الحمد لله كلشي مزيان، كلشي يعني الامور مزيانه. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، انا غادي نقول لكم بلي جاوبوني في غضون 48 ساعه قالوا لي الحمد لله راه صافي راه الامور ديالك مزيانه كلشي مزيان. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، شكرا لكم بزاف بزاف ومع السلامه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.